اسمي رفعت شاهين، فنانة تشكيلية. بدأ ولعي في الفن منذ الصغر، حتى أني أذكر أني كنت أرسم على كل شيء حتى على الملابس، لدرجة أني أذكر أمي وهي توبخني بأن الملابس تتسخ بهذه الرسومات، بينما كان أبي يضحك ويوجهني بأن أرسم على الورق. منذ ذلك الحين بدأ ولعي بالفن. تطور عندي الفن وشاركت في مسابقة للفنون، مسابقة لفنانين من جميع أنحاء باكستان. عندما شاركت في المسابقة لم أكن أعرف أنني أنجزت إنجازاً سيعجب الحضور والمشرفين على هذه المسابقة. بعدها بثلاثة أشهر تقريباً جاءني اتصال وعرفت حينها بأني حصلت على المركز الأول في باكستان. كان هذا يوماً رائعاً. كنت في 15 من عمري فقط، لكني أتذكر كل تفاصيل ذلك اليوم. كان يوم جمعة وأبي كان في صلاة الجمعة. المتصلة لم تكن باكستانية، فقد كانت أجنبية تتحدث الإنجليزية. كانت أختي من رد على الاتصال في أول الأمر وقالت لي استعجلي، فالمتصلة التي تريد الحديث إليك أجنبية. تفاجأت وفرحت عندما عرفت أنها مؤسسة أجنبية كانت تشرف على المسابقة، وأنهم سيأتون إلى باكستان لتسليم جائزتي بحصولي على المركز الأول. حتى أنني من دهشتي لم أسألها عن اسمها ولا عن موعد حفل تسليم الجائزة. فرحت كثيرا، بل إنني طرت من الفرح وانتظرت أبي ليعود لأخبره عن فوزي. كان الحفل بعد هذا الاتصال بثلاثة أشهر، حضره فنانون كبار من باكستان ومن خارجها. أذكر السيد والفنان الباكستاني فاروق لياري بأنه كان ممن حضر الحفل، وأيضا فنانة الرسوم المتحركة الباكستانية نيجار نذر، والشاعر الباكستاني نهيد وكشمالة طارق، وغيرهم من الفنانين الكبار على مستوى باكستان. كذلك بعض الوزراء كانوا ممن حضروا الحفل. بعد ذلك بدأت أمثل باكستان في العديد من المناسبات الدولية الخاصة بالفنون الجميلة. كانت هذه المسؤوليات تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لي، حيث أنه كان يتوجب علي استكمال دراستي. على كل حال، ولأني كنت كثيرة السفر لأمثل باكستان في الخارج، اقترح أحد أصدقاء أبي عليه أن أكمل دراستي في الخارج أيضاً بدلاً من تنقلي وانقطاع دراستي. بهذا يسهل علي استكمال دراستي مع مسؤولياتي العملية المتمثلة بتمثيل باكستان في المحافل الفنية الدولية. بعد هذا القرار الذي اتخذته أسرتي وأنا، استكملت دراستي في جامعة شيكاغو للفنون في أمريكا. درست الماجستير من الجامعة نفسها كذلك. استطعت أن أوازي بين دراستي وحضور المؤتمرات الدولية بهذه الطريقة، فكوني في أمريكا سهل علي.